عايز أكتر. الممزقين المقرفين، أنا هقتلكم كلكم. متمردين، ما أقدرش أخليهم يشوفوني. في حاجة هنا، رجالة جايين. نفع في حاجة. مفيش أحسن من الخردة. الممزقين السفلة، انتوا اذيتوا صاحبي، انا هقتلكوا واحد ورا التاني. تمام، يلا بينا. يلا يا شباب من هنا. لا رجلي يا خبر. لا اضرب يا صاحبي، تعال يا حقير. يلا يا حقير وريني نفسك اخيرا. حد هنا.
علبة بنزين. محتاج دول. سفلة دلوا على الطريق. تكر انت هنا؟ ما تقلقيش من معسكر الممزقين تاني، أنا قتلتهم واحد واحد. شغل كويس، كأن كان في حساب وعايز تصفي. القي قال إن في إشاعة منتشرة بتقول إن الممزقين بيطردوا سواقين الموتوسيكلات. خلينا نقول إن هم ضايقوا الشخص الغلط، ديك نحاول. يلا بينا. خلصت. عسكر متشردين، السفلة اللي كانوا بيعملوا فخاخ لكل نقلات المؤن في المكان، مش كده؟ مينفعش اسيب اي واحد منهم يخرج من هنا صاحي، دول شوية مغتصبين ومجرمين. ايه رأيكم دلوقتي ها؟ في حد بيرد على هجماتكم، ايه رأيكم في ده؟
هجيبك دلوقتي يا سافل انت. رجالة جايين. اه دي بتخلص فعلا. انت مش عايز تموت. انت مش عايز تموت. خلصت. كده هو ده اللي عندكو؟ ايوه هو ده اللي كنت متوقعه. المره الجايه اما تعوزوا تعملوا فخ ما تقربوش من الشخص الغلط. باين عليهم من النوع اللي لازم يكون عندهم ملاذ تحت الارض صح؟ ده أكتر منك.
حاجة مفيدة جدا، خريطة وكلها علامات حلوة. Ha!